ذاكرتك قوية قوي. مش كل حاجة الواحدة تقدر تنساها. أنساك ازاي؟ ده فات يجي 10 سنين ويمكن أكتر. بس تعرف إن أنت زي ما أنت ما اتغيرتش، يا دوب شوية الشعر الأبيض دول. ولا أنت كمان. إنما أنت ليه كذبت عليا يوميها وقلت لي إن اسمك خالد مدكور؟ وإيه لزوم الاسم؟ إيه لزومه؟ لزومه إن الناس بتعرف بعضها بيه، ولا أنت كنت قاصد كده؟ كل شغل وله ظروفه. معاك حق. علشان كده أنا مش هتكلم في حاجة تاني. خلاص؟ ايه اللي جرالك؟ مفيش، عادي يعني. كل ما في الأمر إن السياسة بتهد الحيل. خلاص، مادام بتهد الحيل سيبك منها وارجع حلو زي الأول. فات الوقت خلاص، بس بتتعوض. كفاية إنك ترفع سماعة التليفون وتأمري أمرك يتنفذ في الحال. تأشيرة على الورق تخلص كل حاجة. أخبارك في الجرايد كل يوم، صراحة، قرارة، أصدق. تعملي إيه؟ بلبس هدومي عشان نقعد قاعدة أخوية. ما تكبريش الحكاية بقى. يا راجل بهزر معاك، ما أنا عارفة إن المسائل دي مش عايزة حد يكون بيفكر كتير. أديك قلتيها بعظمة لسانك. الواحد ما بيبطلش تفكير ليل نهار. أنت عارفة مشاكل البلد عويصة قد إيه؟ أنت باين عليك خدت كلامي جد وزعلت. أبداً وحياتك. أمال بتلبس ليه؟ أهو يا دوبك بقى، عشان المدام ما تعملهاليش حكاية. أما أمرك عجيب يا عبد الحميد بيه. طب وهي المدام هتعمل لك حكاية ليه؟ ولا حتى هتغير عليك ليه؟ ما هي قادرة الناس بحالتك وعارفة إنك في تفكير ليل ونهار. ما يبقاش وشك مكشوف قوي كده. وغطي وشي ليه وانا كاشفه رجليا على طول؟ سكرتي؟ انا بقول الحقيقه. تصبحي على خير. استنى، خد دي هديه مني ليك بمناسبه اول زياره ليا بعد غيبه طويله. ايه دي؟ كريستاله، تنفع تقاله ورق علشان تحط حاجه مني فوق قراراتك المهمه. ولعلمك دي نادره، مفيش اختها في مصر. ملهاش لزوم عندي. كمان هتفكرني بالموقف اللي كنت فيه الليله. واذا كان هيكون في بينا وبين بعض هدايا فده واجب عليا انا. باي. حاضر يا فندم. تعليمات سيادتك هتتبلغ وتتنفذ فورا يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. حاضر يا فندم. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. أيوة يا إبراهيم. لا يا فندم، بس إيه؟ اتكلم. في واحد صاحبي في مباحث أمن الدولة كان ليه مشكلة في الشغل، كلم اللواء نديم يخلصها له. قلت لك قبل كده الحاجات اللي زي دي تصرف فيها بنفسك يا إبراهيم. لا يا فندم، الحكاية مش كده. أمال إيه الحكاية؟ هو صاحبي زي ما قلت لسعادتك. عرفنا انه صاحبك. ها يعني هو بيقول لي ان جالهم تقرير النهارده الصبح ان سعادتك كنت في بيت الرقاصه سونيا سليم. ده كلام فارغ وقله ادب. الناس دي مش عارفه شغلها كويس. وانا صحيح كنت في العماره اللي فيها سونيا سليم، انما كنت بزور واحد صاحبي واصف فايز يا اخي، ما انت عارفه. يبقى كل اللي داخل العماره رايح لسونيا سليم؟ يبقى فهمه كده. حاضر يا فندم.